fait. Mais j'ai l'idée. Mais tu me la donnes alors. Je sais pas moi. Un couteau. Un couteau. Ça va être dit, bismillah. Vous êtes content d'être en Belgique? Oui, un peu, mais un peu. Un peu. Je suis yes. Je suis bizarre. Je suis bizarre. سلام البنات، صباح الخير، صباح النور، كيف انتم؟ ماكله بس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم الصباح ديال الغدا ديال المجيه ديالنا هنايا برشيكا. ايوا مرحبا بكم في برشيكا، الفلوق دو برشيكا. والله الا وحده قالت لي باينه فيك تركيا كتجي معاك، عندك لوجه مفتوح، لوجه ضحكانة وداكشي. بصح انا هيدا كنحس راسي تماك، وزائد كنا فريمون مستاليين وداكشي. المهم فيما كنمشي انا، فيما كنمشي كنحس براسي مزيانه تماك، ماشي مزيانه، مخي والداخل ديالي كنحس براسي مرتاحه، ما عرفتش علاش. كنحاول نعرف علاش، ما عرفتش علاش، ما عرفتش. الدنيا تما كتعجبني، واخا الناس بزاف كيقولوا لي تماك الغاسيسم بزاف، العنصريه وقيل بالعربيه، الناس ما كيبغيوش المغاربه، والناس ما كيبغيوش العرب، والناس ما كيبغيوش هيدا وهيدا، ورجعوا غاسيست بحال والو. يمكن سي بوسيبل، حقا انا عمري ما حسيت بيها هادي اولا، يمكن حيت عندي راجلي تركي كنحسش بيها، ما نعرف والله، ما نعرف. تكون سي بوسيبل، كلشي يقدر يكون. ايوا بحال اللي قلت لكم، مرحبا بكم في برشيكا، الكوزينه ديالي هنايا. شنو عاملين اليوم؟ عاملين الفلوغ، ماشي نمشيو عند اختي، باش نشرح لكم. اختي من با، كنت مش نقول من بابا، بحال تجيب ليا وقيله. من بابا، اختي الكبيرة من بابا، باش تعرفوا حنايا عشرة بينا، عشرة العواول. با عنده أربعة بالأول وستة مع ماما، باش تكونوا واضحين بالحق. كنشرحكم غير باش تعرفوا بالحق. اختي حنايا خلق، مهم خلقين، كنعرفوا خوتي كابرين معاهم دايما كنعرفوا ماماهم، كتجين عندنا كنمشيو عندها. المهم بحال خالتي وصافي، كاينش الفرق. ايوا صافي، اليوم عندها العرس، ماشي العرس، كان عندها العرس في المغرب، ما حضرتش حيت كان في سبتمبر شهر 9. عرسات ولدها، عرسات ولدها، جو سي با سي سا دي، المهم عملات العرس من ولدها. انفان جوج، كانت على قلبها هو يجوج، وان شاء الله الله يعطيه، زعما الواحد اللي على قلبه الله يعطيه اللي تمنى، ولا يلاقينا مع الناس اللي احسن من حنايا، ولا يلاقينا غير مع الناس اللي مزيانين. اي فوالا، دونك اليوم ما جد عمل في الدار ديالها، ما جد عمل واحد العشي، وقلا غير العائله، وغير عائله قرابين، والناس ديال الناس اللي قرابين، وصحاباتها اللي قرابين في الدار ديالها. باش نوجدوا راسنا، وخصنا نوجدوا راسنا دغيا، حيت عامله داكشي في 6، خصني نمشي مع 5، وخصني نعوض راسي. باش نقول لكم هاد النول هذا ما عجبنيش، باش نوريكم في لي فوتو هنايا، نعمل لكم واحد داك التصويره اللي كانت خصني انا، كان خصني البلون، ما عرفتش علاش مشيت اخترت هاد الهم هذا ديال الكولور هذا. المهم ني شفت في التصويره جاتني مزيونه بالحق، في لا فيغيتي في هيدا ما جاتنيش مزيونه. ما علينا، انا ما كانش خصني هذا اولا، هذا النول. ثانيا هاد لي ماش من هنايا، لي ماش من فوقي، ما كانش خصني انا، كان خصني كولور ناتوريل هنايا، وداك الاومبري اللي كيجي غير من تحت، غير من تحت، غير من هنايا، كان خصني هيداك. ما طلع ليش هيداك، سباغ غاف، مع اللغه ما عنديش، مع الراجل ما خصوش يهضر،
كيف فهم شي هدار ما كيعرف شي هدار، يقول لي كيفاش مش نقول لهم هيدا، كيفاش مش نقول لهم هيدا، كيفاش مش نقول لهم هيدا. وكان تعصب وضغية وكان تابس وضغية، نقول لكم صراحة في الأول ديال تمك كنا متابسين. ومني كنشوف دابا الفيديوهات اللي خصني نحط لكم ديال الاول ديال النهار ديال اسطنبول، راه ما هضرتش، ما بانت لي، بنت لكم غير في العشيه، حيت نقولكم صراحه كلشي كيدابز وحنا كندابز على شي حاجه بسيطه. ايوا صافي. شنو اخر؟ دوك خصني دوك هادشي ما عجبنيش، كنحاول دابا ما خصني نبقى نغسل فيه حتى يمشي مره. داك اللون هذا الكري غريه ولا شنو هو، ما عرفتش واش بلون سوندري شي حاجه هيداك. وصافي نتوماك معايا اليوم في العشيه. دابا مشينا نعاودو راسنا انا وشيرين، هارون ماشي يمشي عند الكوزان حيت باغي يمشي وما يحسن ما يجيش معايا، كاين غير نسا. وراجلي هاو في الطريق، مره كيعيط لي، مره كنصيفط له الميساج فين وصل. دابا وصل لسيربي، السيربي مره كيصيفط لي ميساج حيت السيربي انترنت ما خصناش نفتحوه. ومني يدوزو سيربي ديك الساعه يشعل الانترنت، حيت انترنت السيربي بحال اللي كتعمل في المغرب ولا في تركيا كتحسب عليك غالي بزاف، والدولين اخرين بحال اللي تيناك في بلجيكا. سمحوا لي. اوف شنو اخر قولكم؟ ايوا باقي لي خصني، كنت خدامه في المونتاج عليها، قلت لكم كنشوف داك المونتاج ديال النهار الاولاني كيفاش كان. الشغل بزاف والله الا دابا هزينا السلعه شويش، غير نهار الاخراني مره في الاخر، نهار الاخراني والوقت الاخراني من بعد الاربعاء بدينا كنشري. دوك ماشي يكون شي زعما السلعه كامله، ما عرفنا شي واش ماشي نمشيو انا اقل لي يرجع انت هنا كان ما نرجعش. كنت كنعرف اللغه والله ما نمشي ونجي كيف ما قال لي عقلي. ما علينا دابا نعرف ان شاء الله. ايوا صافي مشينا نعوضوا راسنا، قاتلنا خصنا نلبسوا الطويل. خصني نمشي ندبر فينيا فين عملت واحد التكشيطه، ماشي تكشيطه، القندوره، ونشوفو نعوضو راسنا ونمشيو. هانتوماك معايا اليوم بالعشيوي، المهم العشاء مش في العشيه مش نصوركم، غير داكشي بريفي عارفين ما يخصهمش نصور ساعتي نورمال، ما نسقسيش حتى هنا، ونصور غير راسي وبنتي والماكله اللي مش ناكلو شي حاجه هايدك وصافي. نتوماك معايا باش ندخلوا في واحد في العائله ديالي. نتوماك معايا، السلام عليكم. اوف طلعت الدروج باش نشف داك جلابه شيرين. كنت شريتها واحد ليفينمون، كان زهير جاني في بلجيكا، وكان ما كوزين بنت ما كوزين وصاحبتها زيانة عملوا واحد الفشطة فهنايا بيرمينغهام بالاس، واحد الفشطة كبيرة مثلنا بحال عرس ديفيلي ديال العرايس. ومهم داكشي كان خزان بزاف مع زهير جا يغني واحد عرفتو. دوزنا واحد العشية كتحما خوانا، عملت واحد ستون ديالي، من كل واحد كان عامل ستون ديالو باش نبيع البيجامات ديال العرايس والناس اللي حاملين والنساء اللي حاملين وشني اخر. ومهم كنا دوزنا واحد العشيه غزاله. شكون واش نقول؟ علاش هضرت على هادشي؟ هاد جلابه شيرين وسخاته، ودابا عاد قالت لي موسخه وعشني. المهم خاصها بنت دغيا، ودابا كنفشه اوف نفش. المهم هبطت نساحت ما عرف لا كيف عند العكوزه باش نفشه شتفها، ماشي اللغة ديالنا هادي، شتفها نفشها، أو ماشي نفشها نشفها، ما علينا. هادي لا تخوز المكياج ديالي. المهم كنتوما كعرفني دابا أنا كان اللي عندو شي علاقة مع تركيا ولا، المهم ما
ماشي حاجه تقليديه مغرب حتى ديالنا كيعجبني داكشي تقليدي. هادي لا تروز ماكياج ديالي شي نسى في اسطنبول. باش نبدا الماكياج ديالي داك الماكياج اللي كنت شريت وشفته في الفيديو لي داز، باش نعمل دغيا دغيا وصافي. واخا دغيا دغيا نحاول نعمل شي حاجه مزيونه. المهم هانتوما معايا باش نعمل ديك غبيد. أجبرت شي الايلايتر ديالي قديم ما عرفتو فشي فين عملتو. المهم با غراف نعملو بلاش كنخربق والله ما فيا تيسع الخطر. Ouais, c'est ça. C'était où? Où c'était? C'est ça que j'ai cherché. Dans l'armoire. Mais c'est ça que j'ai cherché. Tu sais pas chercher? Ah bah non, apparemment, tu sais mieux chercher que moi. Hein, chérie? Merci. Tu l'as trouvé où? L'armoire, celui où il y a le plus de trucs. Au milieu, là. Ah, il était là. Et il n'y avait qu'un autre truc, un contour. Un truc de contour. Non, ça c'est ça. C'est pour la sourcil, l'autre truc. J'ai soif, j'ai eu l'air. Ouais, mais ma chaîne Zoulou. Hein? Ce tatouage, je vais le retirer parce que. Retirer quoi? Comment c'est? Bien. Highlighter ديالي قديم صح؟ اه ما عرفتش. c'est celui-là, c'est le blanc, celui-là. t'as mis sur ton nez. كاين highlighter blanc et highlighter brun. moi je نعمل دابور هذا foncé. نعملو هنايا. Je te montre, il faut ça se voit. Ah, tu vois, c'est bien. Attends, alors montre-moi comment il faut mettre. Chérine, ah, la vidéo fait qui aime le fait qui fait ce qui aime le highlighter. Ah, Chérine. Là, c'est un t-shirt. Ça, j'ai fait. Après, blush. Blush, j'ai pas encore fait. Attends, blush, je vais faire blush. Blush. كوت يا حاسرة كنعرف الماكي وتاسع الخطر وبزاف ديال الحاجات. بلاش ايوا شين رين شين اخر هايلايتر. اوكي عندي شي بحال راه ما كنشوف والو. لا لوميير لي موفيز ايسي مي هوزمون كي سيت لوميير. البلاش ايوا هايلايتر هايلايتر. جي با دو بانسو دايلايتر جي بروندر ان اوتر. البلون هذا جو با ايوا فاين لا هنا لا جو با هنا جو ريغاردي مي ايز اون ميت لي هنا اي ميت اوسي لا. ما واش نمشي بزاف هاد بريليشي. المهم صافي هادشي لي كاين سي تو. موني جو دو بتات لو ميتر ا بو بلو فونسي افيك سا.
Ça, c'est... Mais c'est pour contour, ça, non? Oui, c'est le contour. Je sais pas comment faire un fin nez comme ça, mais j'ai pas le temps, je pense. Ah, il faut mettre comme ça. Oui, je sais, faut... Mascara. Là, j'ai le baraka. Zen? Ah, je n'ai pas ça. Aïda, maman, tu y allais? Je vais faire comme dans la vidéo. Tu vas faire toi? Ouais. Tout? Mais il n'y a que ça. Quoi, il n'y a que ça? Que ça, le blush et l'highlighter. Regarde comme ça. J'ai l'air de maquiller. Ah, chérie. Tu veux te maquiller? Ouais. Tu m'as demandé l'autorisation. Je peux? Ouais, ça, quand tu je vais mettre ça, le Zad, quand tu je peux. Ça et ça. Ah. انا كنت كنموت على الماكياج كتقول لي ماما واحد النهار وبقى عقلك انا عندي 5 سنين وقيله كنشوف ماشيين واحد العرس المهم واحد بنت خالتي كانت عندنا في الدار وكانت ماكيه وكتعمل حكار وكتعمل كل شيء وانا طحت بلا رياح قلت لهم خصني نعمل ماكياج حتى خصني نعمل حكار وما كيقولوا لي لا وانا كنبكي وكنطح بلا رياح المهم كنطح كنغيب كانت البكي ديالي كنت كان شي كان غيب الصوت الريح لا ريسبيراسيون ما كنتش كنتنفس ايوا صافي قالت ماما طال الدم قالوا لي هاك ماكي اش كتسنى عملوا لي العكار صافي شفت راسي في شفت راسي في الميغوار صافي قلت لهم صافي زولوا لي دابا ما بقيتش خصني شفتوا على العقليه عليها الواحد دائما العواول كيبقاو يكبروا ويبقاو يعملوهم ب 16 والله الا واحد علاش لا واخا نصدق قبل كانوا ما كيعملوا شي الماكياج عايبه وداكشي وداكشي ما لقيناش في هذا الوقت صافي الواحد خصو يعمل يهضر بزاف مع ولادو ما يخبعوش علينا شي اللي كاين خصها تعمل تعمل بغيت انا نشوفها تعمل وما تعملش برا مورا ظهري انتو باش تشبع الماكياج وما يبقى شي فيها نيت كبير ما حنت الماكياج بحال بحال شي حاجه عاد ماشي شي حاجه واو فهمتي الحاجه اللي كاد منعوها تما كطيح اش باقي لي من بعد شويش باش نزيد نعمل ماسكارا نطلع هادشي مزروبه كنزرب في راسي ما خصني شي كتعرفوا ما خصنيش نجي معطله ولا نجي شنو اخر الغوج اليف اللي دون موساك المهم شنو الغوج اليف من بعد نمشي نحدد ما عرفتش ما نعمل بين وحده 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 في الكحل وحده في الاحمر وحده في الغوز ما عرفتش ما نعمل نحاول ما نخليش الروينه لا ولا ولا صافي اخفى نمشي نحدد تي 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 سي بون هذا كيفاش بلاتي وتعمل حتى ماما كانت شرات لي شفتوا شحال كتعطي في الضو شحال كتعطي مزيونه ها هادي هيدا كيجي معايا الغوز وكنبغيه الغوز كيجي معايا الحمار حمار هذا مطروز شيرين كتضحك حيت كنقول الحمار ياك شيرين ها تي ريغول باسكو جيتي الحمار ها هي في الحمار في الحميمار مزيون حتى هي بزاف شي حاجه بحال شوف صوغي هيداك المهم شي حاجه خفيفه هادي وحدك حلاك وتعملتها سيغ ميزوغ هنايا فحال عاد واحد الخياط خياطه مالك ملم بيك هادي سبيسيال شات ايفا زي متاحت كامله شتو هاد الثوب هذا ما عرفتش ما نعمل دابا نعمل لكم التصويره هنايا وهنايا هنايا كيفاش كيجيو كيجيو هاد الشيء شتي واش هادي كلشي ايوا محوله محوله بحال دائما محوله شني شيرين شني نعمل شمن لبسه نعمل هادي هادي ولا هادي
هادي اولا هادي صح هادي وصافي تسمع بنتي من هادي ايوا فوالا نمشي شرينا المهم عندي واحد عندي واحد جلا بابا يطاب الحق نمشي عروسه باش نعملها وصافي حيت داك الايفينمون اللي كان زهير كنت كان للتام كان لا روب اون بلو المهم كنت كنمشي في البياض صافي نمشي نشري عرفتو شحايلي 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 ما حضرت حضرت ما حضرت الحوايج ديالي بقيتش كنعرف ستوكيتهم عندي شي بلاصه ستوكيتهم دابا بحال اللي متلوفه ما كنعرفش منين نبدا بون باش نعمل لي بوكل شيرين باش نعمل لها هاد البوكله نعمل هادي هيدا ولا هادي هادي تقليديه شيرين ها هما لي بوكل اللي خصها شيرين ماشي باش صافي صافي ثاني خابك صح دافي عرفتو بغيت نعمل هادي شي بلا اخرين شري انا دي زوت دون لو ساك لابا اللي قلت لكم انا ماشي راه ولا مزيان البارح جيت تيام با ولا وحدي المهم شن خوار سي بون سي تو جي با دو بانس شي ريان را نشوف عندي حتى هادي ستيتوا سيونا مشى انا شبرت كيفاش يا بلو دو لوميير ما بقاتش الضو سالا لو باتري صافي دابا جمعنا راسنا عملنا هاد الفوره راه كتجي مزيونه شريتها في المغرب او فير كوم سا كوم سا سا تيان فير كوم سا سا تيان با كوم سا او كوم سا فوالا اون اي بري دو شيرين
صافي وجدنا، يلا زيد نمشيو. بسم الله الرحمن الرحيم، تدوي الفاتحة توسا. صافي واخا تماك معينا في العشية. صافي دخلنا الطوموبيلة، عرفتو كنت خوفانة، واحد اللي كيمشي عارف كيمشي لنا الحضور، عارف عنده الذهب وكنخاف. فوالا شدي تينك راه نشوف هنا تحت هي البونشو. ها شدي غزالة ماما. صافي دابا خصنا نمشي عندو لا سانتيغ عندو دغيا باش نوصلو 13 مينيت اون خطاغ. تاكيت يا با تو مون كي غايت خا. Thank you.
صافي كملنا السواغي ديالنا، وصلنا الحومة. دابا خوفانة باش نعمل الباسكيت ديالي. زولت كلشي، زولت الذهب. كتعرفو شحال خوفانة هنايا، الكرة بزاف، الناس اللي ماشي صالحين كاينين، راجل ما كاينش باش يجي مورايا. شنو الصك؟ المهم هاد البريو كامل صام ستريس. مي فين اللي هالي شيرين؟ طلعنا الدروج والحمد لله دخلنا بخير وعلى خير. شيرين خصها تزول الجلابة دغيا، زول النظر شيرين. المهم تصبحوا على خير، ديتكم معايا العرس ديال اختي بلاتي. الله يصبحكم على خير، شكرا لكم، و ديتكم معايا انا العرس ديال ولد اختي. ايوا نتمنى الفيديو يعجبكم. الحمد لله اللي دخلت، حيت كنت خوفانه بزاف. دائما انا الراجل اللي كيجي مورايا، وواحد مشي مسانس كيدخل مع الحومه خايبه مره في الليل. ما توكا في الليل خايبه. عملت باسكيت، بعد الباسكيت عملته في الصاك باش مني نرجع نجري. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله كنت خوفانه. المهم غدا ان شاء الله الراجل اللي ماشي يوصل لبلجيكا. انا نقول لكم الله يصبحكم على خير. تغدا وحتى الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.